دكتور احمد ثابت، اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بهذه المباراه. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. مبروك. الله يبارك في حضرتك والف مبروك لجماهير النادي الاهلي والمجلس الاداره والجهاز الفني واللاعبين. بالتاكيد الصعود لدور الثمانيه، وصلنا بقى المرحله خلاص، يعني مش فارقه سواء صعدنا اول او تاني، اللي عايز يكسب البطوله يكسب اي حد. دي النقطه المهمه. النقطه المهمه الثانيه النهارده ان بصراحه فايلر بيتطور بصوره كبيره جدا، بيبدا بيكتسب خبرات افريقيه تدريجيا، ودي الحاجه المهمه ان انت صعدت وفايلر بيكتسب خبرات. واحد مثلا زي ياسر ابراهيم كان ما كانش في حساباته، ياسر ابراهيم دخل الحسابات واعتقد ان هو بيبقى رقم واحد كمان في حساباته، واحد زي ياسر ابراهيم. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه معلول لما كان مثلا غير موفق في مباراه بلاتينيوم بدا يكتشف ان ممكن استغل ايمن اشرف كمساك، دي حاجه، كظهير ايسر بدل ما هو مساك احطه ارجعه لمكانه الاصلي بحيث ان هو يديك يرجع ويعمل كمساك ثالث مع الاربعه اللي ورا، ودي حاجه مهمه جدا. فدي فايلر بيتطور بصوره جيده. كمان رقم واحد درس المنافس بصوره جيده، قلنا قبل المباراه ان اطهر الطاهر اخطر لاعب في الهلال السوداني الباك اليمين. مظبوط. عمل 7 عرضيات من 21 عرضيه للفرقه قدام بلاتينيوم، وعمل 10 عرضيات من 12 قدام النجم الساحلي، وبالتالي هو وظف له ايمن اشرف زي ما شرحنا في قبل المباراه كظهير ايسر عشان يوقف الجبهه دي. الحاجه الثانيه النهارده اسلوب لعب النادي الاهلي اتغير تماما، بدل لعب الاستحواذ اسلوب اللعب المباشر التمرير الطولي. النهارده النادي الاهلي عامل 77 تمريره طوليه من ورا، من تحديدا من رامي ربيعه وياسر ابراهيم، اسلوب اللعب المباشر مش الاستحواذ، عكس لما بنلعب على ملعبنا، وده برضه فكر جديد من رينيه فايلر ان انت خارج الارض تلعب على اسلوب اللعب المباشر وبترمي التمرير الطولي لمروان محسن، ومروان محسن كان مميز جدا في كسب الالتحامات الهوائيه. كمان انت